شايفين الابليكيشنز اوف سيزمولوجي. طبعا زي ما الدكتور محمد قال قبل كده، مصائب قوم عند قوم فوائد. لا، هو الزلازل مش كلها مضره وفيها جوانب مضيئه. يكفي بس ان احنا بنقول انه التركيب الداخلي للارض وتقسيمات الارض، الميجور layers of the earth من كراست الى مانتل الى كور، كل التقسيمات دي توصلنا لها من خلال علم الزلازل. حتى خصائص الكور نفسه، هل جزء منه ليكويد، الجزء الخارجي منه من اللب في حاله سائله، لكن الجزء الداخلي منه في حاله صلبه. كل ده تمكن العلماء من معرفته والتاكد منه عن طريق مرور موجات معينه بسرعات معينه، وده كله فائده علم الزلازل. فزي ما احنا شايفين، ممكن نلخص بعض الفوائد لعلم الزلازل. هو من ضمنها او اولها واكثرها اهميه هو السيزميك بروسبكتنج نفسه، اللي هو الاستكشاف السيزمي اللي احنا بنستخدمه في قطاع البترول، في البحث عن البترول والمياه الجوفيه والمعادن وما الى ذلك. هو نفسه احد، يعتبر احد التطبيقات لعلم الزلازل، لانه الموجات هي الموجات. الفرق الوحيد ان انا بدل ما بشتغل على natural waves اللي هي منطلقة من الزلزال، لا، أنا باجي على مناطق وعايز أدرسها بشيء من التفصيل، والمناطق دي ممكن أصلاً ما بيحصلش فيها زلازل نظراً لمكانها، وضعها الجيولوجي والتكتوني الخاص بيها. فأنا بعمل synthetic waves، بخلق موجات صناعية وبدرس عملية حركة الموجات، الانكسار والانعكاس ومرورها في الطبقات المختلفة، وببدأ أحلل الموجات اللي ناتجة عندي والسرعات، وأوصل إلى دراسة التركيب السطحي الشالو استراكشر، وأي مصايد للبترول وأي أماكن كامنة قد تحتوي البترول. فالسيزميك بروسبكتنج نفسه هو أحد الأبليكيشنز لعلم الزلازل. طبعا تطبيقات علم الزلازل في الهندسه والسيفل انجينيرنج يعني لا تخفى على احد، دراسه مقاومه المنشات، دراسه طبيعه تحمل المنشات المختلفه، تحملها الى عمليات المايننج نفسها، عمليات التفجيرات اللي بتحصل تحت السطح سواء بغرض عسكري او بغرض بحثي او بغرض اقتصادي. كل ده هو تطبيق برضه لعلم الزلازل. الستريس ميجرمنتس، مقاومه المباني لضغوط مختلفه، طبعا هندسه الزلازل وعمليات تحديد البيلدنج كودز الخاصه باي منطقه علشان المنشات والمباني تكون مقاومه للزلازل. وطبعا ده في اليابان يعني بيتبعوا عبارة عن building codes بطريقة صارمة طبعا علشان يقللوا بقدر الإمكان من التدمير اللي بيحصل بسبب الزلازل. وطبعا أحد التطبيقات هو الـ earthquake prediction نفسه أو الـ earthquake forecasting نفسه عن طريق دراسة ما يسمى بالمايكرو سيزمس أو الفور شوكس، مقدمات اللي ممكن تحصل في منطقة قبل حدوث الزلزال الرئيسي. برضو من تطبيقات علم الزلازل تسجيل وفحص الموجات اللي هي ممكن تنتج عن زلزال أو ممكن تنتج عن تفجير نووي أو اختبارات نووية. وطبعا ده نقطة مهمة جدا، و منظمة دولية لحظر التجارب النووية بتعتمد على فحص السيزموجرامز وتطبيقات علم الزلازل في إنها تميز ما بين زلزال طبيعي ولا تفجير نووي في دولة معينة. وطبعا ده نقطة مهمة جدا في المجال ده. هو من التطبيقات الأخرى لعلم الزلازل دراسة الثلاجات اللي هي في المناطق القطبية. طبعا المناطق القطبية في شمال الأرض أو في جنوبها مغطاة بطبقة كثيفة من الجليد. الجليد ده هو
تحته طبعا صخور، والصخور دي ربما تحتوي على ثروات معدنية، ربما تحتوي على بترول، ربما تحتوي على مياه جوفية مهمة أو حتى في الدراسة الأكاديمية والدراسة العلمية. فالسيزميك جلاشيولوجيكال ريسيرش، دراسة سمك الثلاجات الجليشيرز والطبقات اللي تحتها، ده برضو أحد التطبيقات علم الزلازل. النقطة اللي بعد كده illuminating the earth's interior، زي ما قلت من شوية طبقات الأرض المختلفة والستيتس بتاعتها، هل هي ليكويد، هل هي سوليد، هل هي الثيكنس بتاعها كام، اختلافها، كل ده هو كان أحد التطبيقات أو الاستفادة من مرور الموجات السيزمية بسرعات مختلفة وبطريقة مختلفة، وأنواع معينة من الموجات تمر وأنواع ما تمرش. كلنا طبعا عارفين أنه الشير ويفز ما مش ممكن تنتشر في الفلويد ميديا، وبالتالي من هنا لما شافوا الاس ويف شادو زون طبعا قدرنا نعرف ان في جزء من الكور ان ليكويد ستيت، وطبعا هو ده الليكويد اوتر كور، لكن في الجزء الداخلي مع انه درجه حرارته مرتفعه لكن نظرا للضغوط العاليه هو سوليد. وتمكن العلماء من ملاحظه بعض الموجات الزلزاليه على مسافات معينه من الزلازل، واللي اكدت ان الجزء الداخلي للوب الارض في حاله صلبه. فطبعا احنا بنستخدم الموجات الزلزاليه وتطبيقات علم الزلازل في دراسه التركيب الداخلي للارض زي ما شفنا قبل كده. طيب اذا سلمنا محمد بس انا ممكن بقى ديت نكمل محاضره ثانيه في الجزء ديت، احنا كده عدينا محاضره ممكن ولا هديت جزء بسيط؟ تمام لا هو فاضل جزئين يا دكتور محمد، ممكن يعني نقطتين اللي هي what to do والنقطة الثانية recommendation. ماشي زي ما تحب. نعمل محاضرة جديدة بس عشان الطلب بس ما يزودش بسرعة. ماشي تمام ماشي. سلام تمام.